السلام عليكم ورحمة الله. تكاثر الحمضيات بعدة طرق وأولها التطعيم على أصول مقاومة لأمراض التصمغ والفيروسات والملوحة، مثل عصل نارنج مناسب للتربة الطينية، وكذلك عصل كولكا مارينا مناسب للتربة أرملية، وفيه أصول كثيرة منها الليمون البلدي وغيرها من الأصول. يتم التطعيم على العصل بعد عمر سنة من الغرس في شهر أغسطس وسبتمبر، وكذلك يتم التطعيم في شهر مارس وأبريل، ثم تورس الشتلة المطعمة أو تباع بعد مرور 6 أشهر على الطعم فأكثر، بحيث يصبح العمر الإجمالي 1.5 سنة أو ما يسمى في المشاتل بعمر 18 شهرا. تزرع الأصول من البذور في فبراير ومارس، ويمكن التعجيل بزراعتها في ديسمبر ويناير على أن تكون تحت الصوب لتوفير الحرارة اللازمة لإنبات البذور. ومن طرق إكثار الحمضيات الترقيد الهوائي، وهذا مناسب للليمون لمقاومة للآفات دون الحاجة لعصر مقاوم. وأما إكثار الحمضيات من البذور ففي الغالب تنتج أصنافا جديدة وغير مرغوبة وذات أشواك وتتأخر بالإثمار لأكثر من 5 سنوات، ويمكن إكثار الإترنج والليمون بنزهر من البذور بدون مشاكل. كذلك من طرق إكثار الحمضيات التعقيل، وهو قليل النجاح مع الليمون والإترنج فهو ينجح بكثرة، ويكون التعقيل في شهر سبتمبر وحتى منتصف أبريل. ففي سبتمبر وأبريل تزرع العقل تحت شبك مظلل، وفي بقية الأشهر تزرع تحت صوب لحمايتها عن البرودة.